السؤال الثالث. السؤال الثالث بغيت أسأل، بغيت نصيحة عن كثرة التنابز بالألقاب في الزمان هذا بين المسلمين، والسب والشتم والعجب أن يصدر هذا من المسلمين. شكرا لك عبد الرحمن. يقول الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، والغالب أنه يستعمل في الذم، فإذا كان اللقب فيه ذم فلا تعير به أخاك ولا تتنقصه به. والله سمى هذا فسوقا، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، وسماه ظلما، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالواجب ترك التنابز بالألقاب والشتم والسب وغير ذلك، لأن الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة. فكما لا تحب أن أحدا يسبك أو يشتمك أو ينبزك بلقب تكرهه، فلا ترضى هذا لإخوانك. نعم.